السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلنا الآن لمركز إسلامي لجرين لين بعد مسافة تقريبا أكثر من 3 ميل الحمد لله. ودي المحطة الثالثة نتكلم عنها علشان المشي من أجل أفريقيا. أفريقيا تعاني من الجوع، 519 مليون نسمة يعانون من الجوع، حوالي 413 مليون نسمة دخلهم اليومي أقل من 2 دولار. أرجوكم أيها الشباب والشابات تقفوا لأفريقيا من أجل أن ينعم الله سبحانه وتعالى عليكم بالخيرات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.